أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من ركن ترامي. خلاص يا شباب، معرض الكتاب على الأبواب خلاص داخل، والحلقة دي حلقة مهمة جدا. عايزكم بقى ورقة وقلم وتكتبوا ورايا، لأني هديكم فيها 10 كتب تشتروها من المعرض وانتم مطمنين. والعشر كتب دي هتبقى منقسمة لنوعين، كتب أنا لسه ما قريتهاش، هي أول صدور ليها هيبقى في المعرض دوت، لكن أنا أثق في كتابها وقريت عن الأعمال دي وبالتالي برشحها لكم. والكتب الثانية هي كتب سبق واتنشرت قبل كده من سنوات لاحقة، لكن أنا قريتها السنة اللي فاتت وبالتالي برشحها لكم بعد ما قريتها. الكتاب الأول معانا في القائمة بتاعتنا هو كتاب رجال غسان كنفاني للكاتب المصري والصديق العزيز عمرو العدلي، وفيه بيستعرض عمرو العدلي شخصيات من روايات الروائي الفلسطيني الكبير غسان كنفاني في قصة خاصة بمروان الفلسطيني، رجل الفلسطيني اللي بيهجر وطنه علشان يجيب فلوس ويقدر يفوز بيها بقلب حبيبته صفية، لكن بتبدأ رحلته غير متوقعة ليه في الأردن ومصر. عمرو العدلي كان كتب رواية سبق وقريتها واستمتعت جدا بيها، حتى عملت لكم حلقة عنها، هي رحلة العائلة غير المقدسة، ودي كانت رواية عن الفقر ومشاكل الفقراء. سرده جميل ولغته رائعة. الكتاب الثاني هو برضو للصديق العزيز وأخوه كمان عماد العدلي، حكايات حارس الكتب. عماد العدلي لمن لا يعلم هو المستشار الثقافي السابق لمكتبات ألف، الله يرحمها بقى المكتبات دي. الراجل ده عمل تقريبا ما يقرب من 1000 حفل توقيع، قابل كتير من الكتاب وناقش كتير من الكاتبات، وبالتالي عنده ميراث ضخم من القصص والحواديت المثيرة اللي ممكن يحكيها لنا في كتاب زي ده. هو بيتكلم عن رحلته دي. رقم 3 كتاب أو رواية للصديق العزيز إبراهيم أحمد عيسى الفائز بجائزة قطارة الحاج الإمام. إبراهيم سافر المغرب ورجع متشرب بالتجربة دي أو الثقافة دي، وبالتالي روايته الأخيرة أظن بيتكلم فيها عن المجاهد الكبير عبد الكريم الخطابي. طيب، دول 3 أعمال لكتب أنا أثق فيهم من قبل ما أقراهم إن شاء الله، برشحها لكم، لكن في برضو كتب سبق وقريتها هقول لكم عليه. رقم 4، كتاب رقم 4 معايا، البطل بألف وجه للكاتب جوزيف كامبل عن دار التكوين. الكتاب ده اتكلم عنه الدحيح في قناته النهاردة، برضو لقيت محمد شادي وندى شبراوي اتكلموا عنهم ورشحوهم للناس، هو كان على قائمة أولوياتي. الكتاب ده مهم يا جماعة لأي كاتب شاب، ليه؟ لان هو بيتكلم عن رحله البطل والمحطات اللي بيمر بيها، البناء او الاستراكشر اللي بتقوم عليه اي اسطوره في الدنيا. ده كتاب مهم علشان تفهم البنيه بتاعه القصه لازم تبقى عامله ازاي علشان تخرج بحدوته مضمون نجاحها عن اسطوره من الاساطير لبطل ملحمي، ودي بناء على دراسات للاساطير واللي اتنفذت بشكل واسع في الافلام بتاعه هوليوود عن السوبر هيروز. رقم 5 كتاب أو رواية فستق عبيد للكاتبة الأردنية سميحة خريس، رواية رائعة عن العبودية هتعجبكم، الرواية دي فازت بجائزة كتارة في 2017. رقم 6 عالم صوفي للكاتب النرويجي جوستاين جاردر، دي تعامل معها على إنها كتاب مش رواية، كتاب دسم جدا ورائع عن تاريخ الفلسفة، بيشرح لك بشكل بسيط وجميل ومفصل في نفس الوقت عن تاريخ الفلسفة والفرق بين المدارس والمذاهب الفلسفية المختلفة. 7 سيدات القمر للكاتبة العمانية جوخة حارسي، الرواية الفائزة بجائزة المان بوكر أو الكاتبة الفائزة بمان بوكر. 8 سقف الكفاية للكاتب السعودي الجميل والصديق العزيز محمد حسن علوان، ودي رواية قديمة صدرت في 2002 عن دار الساقي لكنها رائعة بنصحكم بيها لأنها من أروع وأجمل ما قرأت من لغة عزبة. 9 رواية النبيزة للكاتبة العراقية الصديقة العزيزة إنعام كيجيجي عن قصة الفتاة الإيرانية تاج الملوك اللي بتنتقل من باريس ما بين باريس وبغداد وفلسطين وإيران وباكستان وفنزويلا في شتات طويل. رقم 10 شخصيات حية من الأغاني للكاتب المصري محمد المنسي أنديل الصادرة عن دار الكرمة، وده كتاب قديم صدر في 2015 لكن أنا ما كنتش قريته لحد 2019، قريته واستمتعت جدا بيه ومعرفش أنا كنت ليه راكنه في المكتبة الفترة دي كلها. هو بيبسط الكتاب ضخم تراثي العظيم، كتاب أبو فرج الأصفهاني كتاب الأغاني، وبيخرج منه بقصص جميلة ومثيرة من التراث العربي. رقم 11 وده أنت لازم تحطه طبعا في القائمة، كتابي النازيون العرب الصادر عن دار الرواق اللي هتكون مكانها إن شاء الله في صالة واحد، واللي بدعوكم لقرايته، لأتمنى أنه يعجبكم ويحوز على رضاكم.
الناس سألتني عن حفل توقيع. أنا مش هعمل حفل توقيع بشكل رسمي لأن المواعيد بتاعت الدار هتبقى صعبة شوية بالنسبة لي وبالنسبة لكتير من حضراتهم، لكن أنا هكون متواجد يوم الجمعة 31 يناير بعد صلاة الجمعة، فأتمنى أشوفكم وأتمنى نتقابل وبرضه هنتكلم مع بعض وهنتصور وهنكتب إهدايات إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. هحاول أخرج لكم بفيديوهات ومقابلات مع أصدقائنا الكتاب وأصور لكم شوية فعاليات من المعرض. تحياتي أنا ربي رفعت، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.